الو، اتفضل ألو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ والله بخير حال، الحمد لله. والله كيف؟ الله يحفظك، الله يخليك. الشيخ وليد، أنا من العراق. سني ولا شيعي الله حضرتك؟ يحفظك، أنا من العراق. شيعي من العراق. نعم. الشيخ وليد، ما هو سؤالك عن الإمامة تقصد؟ عن المهدي؟ سؤالي عن عن المهدي. يعني تقصد عن الإمام، عن المهدي؟ بص يا باشا، عايز اقول لحضرتك ألو، حاجه. ايوه معاك، انا معاك. نعم بص يا باشا، بدايه شيخ، عندي سؤال. انت اللي عندك سؤال ولا انا اللي ولا سؤال؟ هو يعني هو سؤال عن الإمام المهدي. انت عندك سؤال عن الامام المهدي؟ اتفضل. يعني هو الان شيعي، يعني اجاوب وفق اللي انا افهمه، ممكن؟ اتفضل حضرتك، بس قرب المايك شويه. اتفضل. شيخ، ما تسمعني؟ اسمعك كويس، اتفضل. اوكي. شيخ، يعني عندما نزلت الايه محمد رسول الله، عندما لم يؤمنوا بالنبي، هل يكون لهم عذر ذولا اللي ماتوا ولم يعرفوا انه محمد رسول الله هاي الفترة 4 أو 5 سنين؟ خلصت سؤالك؟ نعم. بص يا غالي، احنا عندنا فريقين، فريق آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم ليسوا بحاجة لآية. هم ليسوا بحاجة لآية. ليه ليسوا بحاجة لآية؟ لأن هم أصبحوا مسلمين، ما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه ولحمه، يعني بشحمه ولحمه، صح ولا لأ؟ تمام. والقرآن بينزل على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمش محتاجين لآية، لأنه هو وجوده أصلا آية. هو بشخصه صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي، هو بشخصه آية. طيب نروح للجانب الثاني. يبقى احنا كان عندنا الجانب المسلم مش محتاج آية أصلا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود والقرآن موجود، فهو مش محتاج آية. نروح للذين كفروا اللي هم الكفار. طب هم الكفار أصلا ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه ولحمه، بشحمه ولحمه، تمام كده، لم يؤمنوا، والقرآن كان بين أيديهم ولم يؤمنوا به، فالقرآن لم يؤمنوا به جملة ولا تفصيلة، فهل هيؤمنوا بالقرآن وبالنبي إذا جاء في القرآن أن محمد رسول الله؟ هل يكون هناك عذرا؟ يا باشا العذر انت لما ما يكونش هو قدامك اصلا، العذر لما ما يكونش قدامك اصلا، اللي ما لم يعرفوا نبيهم، يعني ما محمد رسول الله ما ذكرت، هل هم في الجنة ام في النار؟ انت بتتكلم على الذين كفروا ولا على المسلمين؟ محمد رسول الله بعد ما نزل على الوحي كم سنة ولا نزلت هاي الآية؟ أنت بتتكلم على الذين كفروا أم بتتكلم عن المسلمين؟ أنا أتكلم عن الذين كان يوسوس في صدورهم الشيطان. تسمعني؟ طيب هو الشيطان يعني اللي كان بيوسوس في قلوبهم الشيطان، تمام؟ الشيطان ده هيروح لو سمعوا آية محمد رسول الله؟ يعني حجة عليهم إذا سمعوا رسول محمد رسول الله، هاي حجة قاطعة، هاي حجة. يعني هي إذا ما سمعوا محمد رسول، يعني انا دلوقتي واحد واحد، يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا، يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا رسول الله، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم حجه ولا ليس بحجه؟ حجه علي اني مؤمن، حجه علينا هسه احنا درينا بمحمد رسول الله من القران. طيب جميل أوي. يبقى دلوقتي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال انا محمد رسول الله حجه على الذي على المؤمن نفسه، طب ما المؤمن نفسه اصلا يعلم انه رسول الله وامن انه رسول الله.
هو الرسول هم ذكر الأئمة والأطهار وذكر الخلافة المدينة وذكر المناطق. طب بص هقول لحضرتك حاجة. يبقى إيه؟ معلش واحدة. طيب أنا لو مشيت أنا معاك، لأن أنا مش عايز أتنرفز، لأن أنا خدت كده على نفسي إن أنا متنرفز. لو افترضنا مشينا من القاعدة بتاعتك، بالقاعدة بتاعتك إن المشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بحجة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة، يعني قول النبي إن أنا نبي ليس بحجة تمام للكافر، ولكن الآية هي التي حجة على الكافر. طب منين الكافر هيعرف ان الآية ديت فعلا من عند ربنا؟ شفت بقى، يعني الكافر نفسه هيعرف ان الآية دي منين، يعني هو هيعرف منين انها من عند ربنا عشان تبقى حجة. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف منين ان الآية دي، ان الكافر نفسه هيعرف ان فعلا الآية دي صدق ولا كذب منين؟ شيخ لما نزلت احنا نقصد الايه ورا 5 يا باشا. من السؤال احنا ما زلنا في نفس الكلام يا باشا، من السؤال جاوبني لو سمحت، لو سمحت جاوبني الان. الكافر الان كيف يؤمن بصدق هذه الايه التي هي محمد رسول الله؟ كيف يؤمن انها صدق وليس كذب من النبي؟ كيف يؤمن؟ يعني يعرف منين؟ بعد حجه صارت عليه، حجة من قول الله تعالى، هاي هي الحجة. العدو العدو ولا ما أمن محمد رسول. جميل أوي، خلاص ماشي يا عمي. واحدة. إذن على كلام حضرتك أنه قبل نزول هذه الآية لم يكن هناك حجة أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، لا للكفار ولا للمسلمين. أنا سألتك يعني لماذا وهند هناك شيخ؟ انا سالتك اللي مات يا باشا. انت سمعتها ومش فاهم، هم دلسوا عليك يا باشا. وجود النبي صلى الله عليه وسلم حجه، والا على كلامك، على كلامك دلوقتي لو واحد طلع لك وقال لك انا لم ارى المهدي، اذا المهدي ليس بحجه، هتقنعه ازاي؟ احنا ما شفنا الرسول، انا وانت ما شفنا الرسول، كيف تقنعني ان الرسول شفنا؟ يا باشا هو دلوقتي سالك، خلاص بلاش العهد اللي احنا بتاعنا دلوقتي، خلاص سيبك من العهد، انا غلطان لك يا عم. تمام، واحد دلوقتي كان قاعد في مكه والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المدينه، هل يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يؤمن به في خلال ال 13 سنه؟ نعم. مثل كوريا الشماليه يؤمن به ازاي؟ ليه ازاي وهو ما شافش الايه؟ يا عم الحاج انت بتناقض نفسك ليه؟ كيف يؤمن به وهو لم يرى الايه اللي انت داخل اصلا بتقول لا ايمان الا بهذه الايه؟ ممكن اجاوبك؟ ممكن تسمح لي؟ والله سامح لك، اتفضل. ممكن شيخ ناس، انت تعرف الوضعيه كوريا الشماليه، هم عن بشر صح ولا مو صح؟ اعرف مين؟ اللي دولة كوريا الشمالية بشر ولا مو بشر؟ لا والله ما سامع، انت تعرف بمين؟ قرب بس صوتك شوية من المايك. دولة كوريا الشمالية كوريا الشمالية، مالها؟ نعم، هل تعرف ماذا يحكمهم وماذا يفعل بهم رئيسهم؟ ايوه مالهم يعني، المهم عايز توصل ليه؟ اعرفها، الشمالية والجنوبية كمان. نعم، اذا ماتوا ذول اللي عينهم رئيس دولة طاغي ولم يعرفوا الانترنت ولا شاشات التلفاز، ماذا حكمهم؟ انهم لا يعرفوا رسول الله، ماذا حكمهم؟ لا يعرفون سوى الله. اي انسان بسيطه هي، اي انسان لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم او وصلت اليه المعلومات مغلوطه عن الاسلام واجتهد ذلك الرجل ليعلم المعلومات الصحيحه فهو معذور عند الله ويختبر يوم القيامه، بسيطه هي. اذا احنا ما شفنا المهدي بعيوننا ولا انت شفته، بس احنا نعتقد بمعجزات الله
يا باشا انت بتتكلم، هو انت بتكلم كوريا الشماليه، انت بتكلم واحد مسلم زيك، اللي بيعترض عليك ده واحد مسلم مش من كوريا الشماليه ولا الجنوبيه، اللي بيعترض عليك واحد مسلم. الكلام ده لو واحد جالك من كوريا الشماليه وقال لك انا لا اؤمن يا باشا انت بتتكلم مسلم، واحد مسلم، انتوا بتقولوا لابد من امام معصوم. طب لابد من امام معصوم، جميل، لماذا الامام معصوم حتى يقينا مثلا الاختلافات؟ يا عم شكرا ليك يا باشا، يا باشا شكرا ليك، يا باشا شكرا ليك، يا باشا مش هتنفذ، شكرا ليك، اهدى يا وليد اسماعيل، شكرا ليك يا باشا، شكرا ليك يا باشا، ممكن تاخد اول تذكره وتروح لكوريا الشماليه، اتفضل ادوا يا اخواننا تذكره وروح كوريا الشماليه. احنا مالنا مال كوريا الشماليه ومال ده؟ بيقول لك ان يعني قبل ان تنزل الايه هل من الممكن ان يعترض الكافر على نبوه النبي؟ ده النبي موجود اصلا والقران موجود، يعني النبي بشحمه ولحمه موجود ما بينهم وبيقول لهم انا نبي، ومش مصدقين ان هو نبي ومش مصدقين بالقران، ايه في القران هيصدقوا بيها؟ طب ما هم معترضين اصلا على القران ابتداء، مش مصدقين بيه ابتداء، بيقولوا ان النبي كذاب، فلما تجي لهم ايه في القران هيصدقوا النبي ويقولوا اه والله ده اصبح نبي. ليه يا عم اصبح نبي دلوقتي؟ ما انتوا لسه مكفرينه ولسه بتقولوا ان هو كذاب. اه اصبح نبي ليه؟ لان وردت ايه في القران محمد رسول الله. يا باشا حاولوا تمرروا على دماغكم الكلام اللي بتسمعوه، حاولوا تمرروا على دماغكم الكلام اللي بتسمعوه، ولا على ايه؟ صح، مع علي بن ابي طالب عندهم هو خالق الكون، خالق الكون، وفي الاخر خالق الكون لما بيجي له شويه مغص بيجري على الصحراء عشان يعمل بيبي. يا عمي الله المستعان.